أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مقاطعة منتوجات الكفار خاصة لمن كانت لهم عداوة واضحة على الإسلام والمسلمين؟ هل من صلاحيات ولي الأمر إذا أمر بمقاطعة دولة فإننا نقاطعها، لأن هذا ينكي الدولة المقاطعة. أما الأفراد هم يفرحون إذا قاطعتهم، ولا تضرهم، أنت قاطعهم والناس يأخذون منهم، ما تسوي شيء أنت وحدك. فلا بد أن يكون هذا بأمر ولي الأمر، وأن الدولة كلها تقاطع هذه الدولة الكافرة حتى يكون لذلك تأثير عليها. نعم.